بينما تؤكد القيادة الإيرانية فشل المنظومات الدفاعية الإسرائيلية في صد نحو 200 صاروخ في العملية الأخيرة. تتحدث أوساط مقربة من الدوائر العسكرية الإيرانية عن إمكانية إطلاق 7000 صاروخ خلال 24 ساعة. جولة إقليمية حثيثة أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شملت 8 دول في محاولة لتشكيل تكتل إقليمي ضاغط على إسرائيل واحتواء تصعيد قد يدخل المنطقة في حرب شاملة. بالتزامن مع ذلك تبعث طهران رسائل إلى تل أبيب تحذرها فيها من استهداف المنشآت النووية والاقتصادية الإيرانية، مشددة على أن أي تحرك إسرائيلي بهذا الاتجاه سيواجه برد مماثل. أي هجوم على إيران يعني تخطي خطوطنا الحمراء ولن نتركه دون رد. اندلاع حرب شاملة سيجر الولايات المتحدة إليها ولا نرغب بذلك. إذا هاجمت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية فإنها ستواجه رد فعل مماثل. لقد حددنا جميع الأهداف في إسرائيل ولا نؤخر ذلك، لكننا لسنا في عجلة من أمرنا أيضا، وستتلقى إسرائيل ردا متناسبا على أي هجوم ضد إيران. نسعى إلى التهدئة ولا نريد التصعيد، هذا ما تؤكده طهران، وفي الوقت ذاته ترفع سقف تهديداتها ضد إسرائيل وتقول إن صواريخها قادرة على الوصول إلى أي نقطة في العمق الإسرائيلي رغم وجود المضادات الجوية الأمريكية، وتشير إلى إمكانية تغيير عقيدتها النووية إذا تعرضت المنشآت الإيرانية لأي خطر. معنا الآن من القاهرة أيضا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب. مرحبا حضرة العميد، أريد أن أسأل عن المواجهة بين إسرائيل وإيران. هناك تسريبات تتحدث عن أن إسرائيل ستهاجم إيران بشكل قوي وبشكل واسع، كيف تقرؤون هذه التسريبات بداية؟ تحت حضرتك، التسريبات دي حالة من ثلاثة، يعني إما الجانب الإسرائيلي والأمريكي مسربينها، وده عشان يزيد حالة الغموض الاستراتيجي، يعني لما تتسرب معلومة وتوصل لطرف هيحصل عليه اعتداء بيبقى ما بين يعني خيارات صعبة، إما يؤمن طبقا للتسريب أو يؤمن ضد التسريب فيحدث العكس، يعني هو هيأمن أهداف فتقوم يحصل أهداف تانية، يأمن طيران يقوم يحصل عملية سرية. نعم. أو الجانب الإيراني وصل له بطريقة أو بأخرى وحرق بالبلدي كده، يعني عمل حرق. نعم. لفكرة الخطة، فيبتدي حالة الارتباك تكون لدى الجانب الإسرائيلي، هل ينفذ الخطة كما هي أو يعني يختار خطة بديلة؟ هنا سؤال بالمناسبة، يعني احنا على وشك الضربة، بما انه نحن على وشك طبعا الضربة. الحالة الثالثة بقى ان يكون طرف ثالث هو اللي سرب، يعني اثر اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحماس اسماعيل هنية في طهران توعدت ايران بالرد على اسرائيل. كان يسأل كل يوم لماذا يتأخر الرد الايراني، لماذا يتأخر الرد الايراني، ويتكرر السؤال مئات المرات كل يوم. اليوم لا يسأل بالمناسبة لماذا يتأخر الهجوم الاسرائيلي الذي تسميه اسرائيل ردا على استهداف ايران لها بالصواريخ. ايران ردت مرتين، ضربة ابريل والضربة الاخيرة. الجانب الإسرائيلي في المرة الأولى كانت ضربة هامشية، يعني حتى يعني ما فهمنا لهاش معالم يعني. فالمرة دي الجانب الإسرائيلي مجبر إن هو يرد، ومجبر إن هو يرد رد صاخب، يعني يعمل تفجيرات، يعمل بصرف النظر عن يعني القيمة العملياتية أو الاستراتيجية أو حتى السياسية للضربة، لكن هي الفكرة إن الموضوع صعب مش زي ما الناس متخيلة. يعني أولا الأردن أعلنها أن لن يسمح باستخدام مجاله الجوي. نعم. طبعا بالتالي السعودية يعني لديها دفاع جوي ولديها أنظمة متطورة، فلن يستطيع الجانب الإسرائيلي الدخول عبر جبال السعودية. فهو لو مر على العراق حيكون يعني ارتكب اختراق لدولة ذات سيادة. طبعا هو المجال السوري بيعدي من فوق يعني، فبالتالي البديل بالطيران أنه هو يلف في مسار طويل. المسار ده يتخطى 2000 كيلو، الذي يعني ان هو محتاج اكبر يعني اكتر من مره اعاده ملء. الامريكان بعتوا له التانكرز، ودخوله في المنطقه دي هيجبر ايضا من ان هو يهاجم المناطق جنوب غرب ايران.
عشان يكون الطيران خارج هذه المسارات البعيدة الدول. هذه المسارات البعيدة تحتم على الجيش الإسرائيلي وفق خبراء عسكريين استخدام طائرات F-15 الوحيدة القادرة على الوصول إلى هذه المسافات بدون إعادة التزود بالوقود، وهي طائرات قديمة منذ سبعينات القرن الماضي. كان لافتا في ظل هذا الترقب أن الجانب الإيراني أوفد وزير خارجيته إلى عدد من دول المنطقة، إلى الأردن، إلى مصر. برأيكم دول المنطقة هل قدمت ضمانات للجانب الإيراني أنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها في الاعتداء على إيران؟ أكيد، وده يعني موضوع ثوابت لا تقبل يعني النقاش، إن فكرة استخدام مجالنا الجوي للدول دي، وهتكلم على مصر بصفة خاصة، أو أي تسهيلات أو أي غيره، مرفوضة تماما. وبالمناسبة مصر في أكثر من موضع وفي خلال على الأقل آخر 10 سنين رفضت استخدام القوة ضد إيران أو أي تصعيد ضد إيران، وكان برضو ضد حزب الله بالمناسبة. يعني فكرة يعني الناس اللي هي بتطلع وتقول لك أنا باحث في الشؤون الإيرانية ويعني يشعر العالم أن الدول العربية ضد إيران، هذا الكلام غير حقيقي وعارم للصحة. سواء الدول اللي هي من الأول ما فيش حالة احتقان مع إيران، أو حتى دول الخليج اللي في حالة تصفير مشاكل. وبالمناسبة سؤال التحرك الآن بإيران والسعودية والإمارات مع إيران، وطبعا قطر علاقتها طيبة بإيران، ده كان الضامن الآن أن لا يحدث صراعا إقليميا. ماذا لو قررت إسرائيل حضرة العميد ما بين الدول الخليج وما بين إيران والدول الثانية طبعا زي مصر دي في حوار دائم يعني. ماذا لو قررت إسرائيل، وهو أمر ليس غريبا عن إسرائيل، أن تضرب عرض الحائط مسألة سيادة الدول ومسألة احترام العلاقات المتبادلة وما إلى ذلك، وقررت الدخول في أجواء دول عربية في سياق إرسال طائراتها لضرب إيران؟ هل تعتقدون أن الطائرات العربية وأنظمة الدفاع العربية ستتصدى للطائرات الإسرائيلية؟ بالفعل أقول لحضرتك حاجة، أنا هتكلم عسكري يعني، طبعا السياسيين لهم كلام ربما يكون مختلف. الدفاع الجوي في كل الدول بيعتبر أي هدف لم يتم التعرف عليه هدف معادي ويتم التعامل معه، سواء ده كان إسرائيلي أو غير إسرائيلي، حتى لو أمريكي، طبقا للإمكانيات المتاحة. الدول بنتكلم عليها فيها دفاع جوي متطور وفيها طائرات اعتراضية وتقدر تحدث مشاكل. بالإضافة في نقطة سيادتك قلت الاف 15 تقدر توصل، مع احترامي للي قال المعلومة دي، الطيارة بالفول لود يعني محملة 8 طن، فبتاخدش خزانات إضافية. نعم. فبالتالي ما تقدرش حتى الاف 15 تقطع المسار ده وزريترن يعني، المفروض هترجع. الأهم من كده إن في لحظة الاشتباك بتكون على ارتفاعات منخفضة وتطلع أفتر بيرنر لارتفاعات عالية بعد العملية، تستهلك المزيد من الوقود، كم من الوقود جديد كتير جدا. فالكلام ده اجتهاد مع يعني مع احترامي لمن قاله يعني، مفيش طائره موجوده لدى اسرائيل تقدر توصل لايران عبر هذا المسار بدون اعاده ملء، والا ما كانتش امريكا بعتت 4 طائرات تانكر. نعم. يعني معنى كده ان هيكون في 4 على الاقل 4 نقاط ملء. نعم. للطيارات. شكرا. اللي رايحه، والطيران انا قلت لسيادتك من الجنوب الغربي، لانه عشان يدخل اكتر من كده. نعم. محتاج يتعامل مع الدفاع الجوي، يعني محتاج 200 طياره. نعم. مش متاح. شكرا جزيلا لكم. عشان 200 طيارة توصل وتعمل إسكات للدفاع الجوي عشان توصل للعمق مش متاحة. شكرا جزيلا لكم من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجية العميد سمير راغب.